السلام عليكم يا خامس، كيفكم يا مس؟ شو اخباركم يا حلوين؟ طبعا انا مشتاقلكم كثير. طبعا احنا ببدايه اسبوع جديد، بهمه جديده، حماس جديد، ويعطيكم الف عافيه مس، وشكرا لكم على متابعتكم وجهودكم. حبايبي الحلوين، المره الماضيه اخذنا المعرفه والنكره، وحكينا النكره انه هي كلمه مبهمه، يعني هي مو معروفه مو موضحه، لان مثل كلمه كتاب، رح أشرح شوي. مثل كلمة كتاب، كتاب يا حلوين، كتاب يا حلوين كلمة مبهمة، أنا لا أعرف هل هو العربي ولا رياضيات ولا الإنجليزي ولا الدين، مش معروف. كيف ممكن أنا أخليها معرفة؟ كيف ممكن أخليها معرفة؟ بطريقتين، إما يا حلوين حسب ثلاث طرق. الطريقة الأولى إني أنا أضيف لها ال التعريف يا مس، بضيف لها ال التعريف، فبتصير ال كتاب، تمام؟ فصار مع دخول ال التعريف صار معرفة. الطريقة الثانية يا حلوين إنه بقدر أنا أضيف كلمة كتاب وأضيفها لإسم، فبحكي كتاب الرياضيات. هلأ هي نكرة، بس لما ضفتها لكلمة ووضحت أي كتاب ضل مجال إني أنا أحكي إنه مش معروف. لا، معروف، هي رياضيات، كتاب رياضيات، إني أنا بضيف كلمة لكلمة. لأنه يا خامس، أثناء حلقكم في المرة الماضية كان في كثير ناس خامس بضيفوا كلمة لكلمة، يعني مثلا مدرسة نكرة، لما أحكي مدرسة الجيل الصالح، أنا هون حددت إنها الجيل الصالح ولا لا، ولا تركتها هيك أي مدرسة؟ حددت. لما بحدد، لما بضيف اسم لإسم، فهي بتكون معرفة، بطلت نكرة. هاي بس معلومة حبيت أحكي لكم إياها عشان نوعى إلها، رح ناخدها لما نكبر. بس لما شفتكم بتوقعوا في هذا الخطأ إنه أنتم بتفكروها نكرة، لا، لما بضيفها لكلمة وبوضح كتاب شو معناته وأصبح معرفة، هاي نكرة، هاي معرفة يا خامس. الطريقة الثالثة هو أنا بضيف كلمة كتاب أو أي كلمة لضمائر، يا لنا بحكي كتابنا، وضحت انه كتابنا احنا، يا كتابي انه الي مش لحدا تاني، او كتابك الك، او كتابك الك، او كتابه اله، كتابها الها. عرفنا كيف اضافة ضمير للكلمة، هيك تتوضح، هيك بتصير معروفة لشو. حلو يا خامس. وفي شغلة كنت أحكي لكم إنه برضه إنه أسماء الأشخاص وأسماء المدن هدول كمان معرفة. طب يا حلوين، حكينا كمان إنه أسماء المدن وأسماء الأشخاص معرفة. برجع بعيد يا خامس، الكلمة النكرة اللي هي خالية من قل التعريف ما بتدل على شيء معين، إذا ضفت لها قل التعريف أصبحت معرفة. إذا بضيفها لضمير مثل كتاب بي أو كتابك أو كتابنا أو كتابها أو كتابك، فأصبح معروف لمين بإضافة الضمير. وممكن أنا أضيف كلمة لكلمة، أحكي كتاب الصف، كتاب الطالبة، كتاب المعلمة، كتاب هند، كتاب الرياضيات، بوضح هذا الكتاب لمين، تمام؟ هلأ مثلا في ناس ممكن تضيف كلمة لكلمة، مثلا تحكي كتاب صغير، هانا نكرة مو معرفة، هاي الكلمة نكرة بطلت معرفة. ليه؟ لأني أنا وصفتها بأنها كتاب صغير، بس أي كتاب ما بعرف، لأنه في معبى كتاب صغير. هل كتاب صغير لا مس عرايب؟ هل كتاب صغير للمس بتول؟ هل كتاب صغير للمس ليندا ولا للمس مريم؟ مش معروف. لكن لما بحكي كتاب المس بتول، كتاب المعلمة كذا، فأنا هون بكون وضحت كتاب الطالبة الفلانية، كتاب الصف، بكون وضحت معروف خلص. بس لو حكيت كتاب صغير أو درج كبير، أي درج كبير؟ درج محمد الكبير ولا درج محمود ولا درج أيهم؟ ما في دروج كتير كبيرة،
تمام؟ اي درج انت بتقصد، لكن لما بحكي درج محمود انا ضفت كلمة لكلمة، تمام؟ لما اضيف اوضح هاي الكلمة للكلمة، او طريقة اخرى بضيف نكرة لمعرفة اصبحت هاي معرفة، عشان اوضح لكم اياها مرة تانية. يعني درج محمود، محمود اسم معرفة صح؟ لما اضيف نكرة لإله لمعرفة اصبحت هاي معرفة، بطلت نكرة. بس لو حكيت درج كبير او درج صغير ما بينت، ما وضحت لمين، تمام؟ بس حبيت انا افيدكم يا خامس بهاي المعلومة حتى ما نقع بالاخطاء ونركز قبل الحل، تمام يا حلوين؟ تمام. هلا يا حلوين بدنا نروح على الف تنوين المصدر، اللي هي بتعرفوا عنا التنوين هي عبارة عن نون، ولكن ايش يا سالم؟ هاي النون هي تكون يا سالم بالنطق وليس بالكتابة. يعني هي لما احكي ماء ما بحكي له ماء ما ان بكتب نون، لا، هي النون هاي بالنطق وليس بالكتابة، تمام؟ ناخذ امثلة. بحب انا طبعا هاي التنوين النصب احنا اخذناه، بس انا بعمل مراجعة وبرضه راجعتها كتير، بس انه مو مشكلة. لو انا حكيت ما ان، انا بحكي اصل الكلمة ماء، طب والنون اللي سمعتها؟ هاي النون اللي انا سمعتها هي عبارة عن، النون اللي سمعتها عبارة عن لفظ وليست كتابة، معناته اللفظ اللي انا سمعته هو عبارة عن تنوين، اما التنوين يكون فتح اما ضم اما كسر. شو سمعت انا؟ فتح صح؟ ما ان، فبتكون على شكل تنوين فتح. طب يا حلوين، هلا عندنا مشكله مع تنوين الفتح مع الحروف. تنوين الفتح ما عندها مشكله مع الكلمه اللي بتنتهي بتاء مربوطه فبنحط عليها، مثل طاوله، مع الكلمه اللي بتنتهي بالف وهمزه فبنحط التنوين على الهمزه، مثل كلمه ماء، لانه ما راح احط لها الف ثانيه لانه في الف هون. الكلمة اللي بتنتهي خامس بألف عليها همزة رح أحط التنوين عليها، تمام؟ مثل مبدأ. والكلمة اللي بتنتهي بألف مثل عصا، طبعا ما رح أحط التنوين على الألف لأنها يعني لأنها عجوز، فرح أحط التنوين على ما قبلها، عصا. أو كلمة فتن منتهي بألف فما رح أحط التنوين عليها، رح أحط على ما قبلها. إذن ما معها مشكلة تنوين بالوضع عليها، ما بدها ألف تانية. مع مين؟ مع الكلمة اللي بتنتهي بتاء مربوطة، مع الكلمة اللي بتنتهي بألف وهمزة، مع الكلمة اللي بتنتهي بألف عليها همزة، مع الكلمة اللي بتنتهي بألف، تمام؟ أما باقي الحروف فهي معها مشكلة وهي بدها إضافة ألف. يعني مثلا كلمة بابًا هي أصلها باب، بحط التنوين عليها وبضيف لها ألف. مثلا بحرا اصلها بحر، التنوين اللي سمعته هو عباره عن تنوين فتح بحطه على الراء وبضيف الف، تمام يا حلوين؟ مثلا كلمه جزء، ان اصلها الجزء، بحط التنوين عليها، تمام؟ هلا هل قبلها الف عشان ما اضيف لها الف؟ لا، قبلها زين، معناته بدي اضيف لها الف، تمام يا خامس؟ هيك انا بعرف اتعامل مع تنوين الفتح. تنوين الفتح اخذناها ما معها مشكلة مع التاء المربوطة فبنحطها عليها بدون ألف، ما معها مشكلة مع الهمزة اللي قبلها ألف، ما معها مشكلة مع الألف اللي عليها همزة، وما معها مشكلة مع الألف. هدول كلهم بنحط عليهم تنوين الفتح بدون أي مشاكل، ولا بنضيف ألف بعدها. باقي الحروف إذا ما انتهت بهدول الأربعة اللي حكينا عنهم، بزي هيك، بزي هيك، بزي هيك، وبزي هيك، فرح نضيف ألف بعدها، تمام؟ تمام. نفتح الكتاب صفحة 25. يلا يا حلوين، يلا يا أبطال، يلا يا عسل، يلا يا يس، يلا يا حلوين. تمام، نقرأ نستنتج. يلا يا سالم اقرأ له. نستنتج أن الاسم المنصوب بتنوين النصب تلحق به ألف تنوين النصب إلا إذا كان مختوما بتاء مربوطة أو بهمزة مسبوقة بألف أو همزة عليها ألف
أو مختوم بألف، سواء هيك أو هيك. تمام؟ الفائدة اللي بعدها، يكتب تنوين النصب على الحرف اللي قبل الألف، يعني إذا في كلمات بدي أضيف لها ألف على الحرف اللي قبلها. حلو يا خامس؟ تمام. نيجي الآن لهذه الكلمات. كلمة جهازا هي أصلها جهاز، هيها جي جي هاز. لما سمعت جهازا إذن هاي النون هي غير أصلية، زائدة، هي عبارة عن تنوين فتح فبدي أضيف لها ألف. صغيرا هي عبارة عن صغير، رح أضيف لها تنوين فتح الراء بضيف لها ألف. نفس الشيء بكتابا ومفيدا. نأتي الآن لكلمة ماء. ماء أني أصلها ماء، انتهي بألف وهمزة، بحط تنوين على الهمزة، صح؟ وما منضيف ألف بعدها لأنه في ألف قبلها. كلمة صخرة هي عبارة عن صخرة، تمام؟ بدنا نضيف تنوين الفتح على التاء من دون ألف. هلأ أحيانا في عنا كلمة صوت، صوتا، برجع الكلمة لأصلها، شو أصلها؟ صوت، تنتهي بتاء مبسوطة. لو بتنتهي بتاء مربوطة بحط التنوين عليها بدون مشاكل، بس تنتهي بتاء مبسوطة بحط لها تنوين فتح وبضيف لها ألف. تمام يا خامس؟ تمام التمام. بدي منكم، بما أنه هاي مراجعة فأنا ما رح أحل معكم، بدي منكم تحلوا السؤال الأول والسؤال الثاني على الكتاب حلوين وتبعتوا لي الحل. طبعا انا كنت راح اعطيكم اليوم امتحان قصير، بس صراحه انا مو حابه اضغطكم اليوم. بكفي انه نراجع تنوين الفتح، بكفي انه نركز بالمعلومه المهمه اللي حكيتها عن المعرفه والنكره. وبكره باذن الله عشان تكونوا عارفين راح ناخذ امتحان قصير، بعدين او نقرا بالاول بعدين ناخذ امتحان حسب. في عنا قراءة درس القائد والنملة، طبعا أنا اللي رح أقرأه ورح نكتب معانيه ونشرحه. بس نخلص ناخد الامتحان قصير بنفس اليوم، تمام؟ أنا كنت رح أعطيكم اليوم الامتحان بس أجلته لبكرة، تمام؟ طيب، وبتعرفوا أنه قراءة الدرس بتكون